أحبابنا اللي قاعدين بعاد يتقربوا إن شاء الله، الله يجزيكم خير، أولى وأفضل وأحسن، أقرب للسنة، أحب إلى الله عز وجل، أكثر للبركة، أدعى للاستفادة لنا جميعا. فالطالب له صفات، ومن صفاته الإقبال. أربي أحبابنا، أربي أربي أخواني، أربي، الله يجزيكم خير. المضطر على الكرسي، اللي مش مضطر على الأرض إذا أمكن، الله يكرمكم يا رب. جلوسنا بين يدي ربنا جل جلاله، لا عدين بين يدين شيخ ولا بين يدين أحد، إنما نجلس بين يدي ربنا. نحن في ضيافة ملك الملوك، نحن في ضيافة الكريم، نحن في ضيافة الرحمن الرحيم، نحن في ضيافة الملك جل جلاله، أكرم الأكرمين، الذي يعطي بلا سؤال، والذي إذا أعطى جل جلاله أدهش. فلذلك نجلس في هذا المجلس وكلنا طمع به جل جلاله، وكلنا شوق إليه، وكلنا بحاجة إليه، وكلنا نريد منه النور، ونصحح النية أننا جلسنا حتى يرضى، وجلسنا بنية الهداية لا بنية سماع الأخبار ولا بنية سماع التاريخ. فالأخبار والقصص ممكن نسمعها بأي مكان وبأي طريقة من أي أحد، ولكن النور والهداية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي لا يمكن أن نأخذها إلا من الله. خزائن الهداية فقط بيد الله، لا الهداية بيد شيخ إخواني، ولا بيد محاضر، ولا بيد خطيب، ولا بيد مخلوق على وجه الأرض. الهداية فقط بيد الله. إيش عم نعمل نحن؟ قال بس عم نأخذ بالأسباب. من أسباب الهداية الإنابة، يهدي إليه من ينيب. لذلك نحن الآن منيبين إليه جل جلاله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من كرم الله جل جلاله ومن فضله علينا أنه أمد في أعمارنا وحفظنا وسلمنا، ولم نكن الآن نحن في عداد الموتى أو الشهداء الذين قضوا من أيام في الزلزال الماضي، ويمكن أن يكون كل واحد فينا مكان هؤلاء. لما أخرنا الله؟ لما لم يكتب علينا هذا؟ هذا اختياره، هو الحي يحيي من يشاء، وهو المميت يميت من يشاء، هو أحيا وأمات. فطالما أن الوقت ما زال معك، وطالما أن الله جل جلاله أحياك ولم يمتك وأمات غيرك، فاعلم أن هذا كرم من الله تعالى عليك، وفرصة لك. أتعلمون أيها الحبة في الله لمن العزاء؟ ليس العزاء لأسرى أو لشهداء أو لأسر الميتين، إنما العزاء الحقيقي لمن لم يتحرك قلبه بعد هذا الزلزال. هذا بده يعزي نفسه، لأنه اللي مات هو قلبه، وموت القلب أخطر من موت البدن. أن يمر هذا الحدث عليك ولا تغير شيء ولا تنوي تغيير شيء، هنا الطامة والمصيبة الكبرى.
لذلك أن يكون الله تعالى قد مد في أعمارنا وهيأ لنا أننا اجتمعنا الآن سالمين من الأمراض والأسقام والأوجاع التي تحجبنا عن هذه المجالس وسالمين من كل بلاء، هذا بحد ذاته فضل من الله لا بد أن نستشعره. فلطالما قرأنا في القرآن الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، من هو؟ الذي أطعمهم من جوع، أغلبنا أكل الآن قبل المغرب، وثانيا وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف. أمر بسيط للأرض دب الذعر والخوف بين قلوب الجميع، أغنياء فقراء كبار صغار هرعوا نزلوا من بيوتهم، نزلوا من القصور ومن الفلل ومن الأبراج ومن الشقق وافترشوا كلهم الأرض، سكنوا كلهم في الخيم. لذلك هذه المشاعر هي التي تدخل في قلوبنا أنوار هذه المجالس، استشعار هذا الفضل، استشعار هذه النعمة هو انكسار. ليش كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار؟ هذا الذكر المنسي عندنا، لما كان يكثر من الاستغفار؟ طيب رسول الله ما عنده سيئات، رسول الله ما عنده ذنوب، ليش في المجلس الواحد يقول أنس كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال لأني يا ربي لا أحصي ثناء عليك، كم أنعمت علي من نعم يا رب، أنا ما أقدر أحصي هذه النعم، فيا ربي أستغفرك. فالاستغفار انكسار، وبالانكسار تتولد العبودية. لذلك مجلس مهم، مجلس أمهات المؤمنين، مجلس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ندخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا دخلين على بيت مسؤول ولا بيت وزير ولا بيت غني ولا بيت أحد من المخلوقات أي أحد، إنما ندخل إلى بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ندخل إلى داخل بيته. الأخبار التي نسمعها لا يخبرنا بها لا أبو هريرة ولا ابن عمر ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من كبار الصحابة، لا يخبرنا بها إلا من كان معه في البيت، إلا من كان داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فليست بأخبار عادية، أخبار عظيمة. وأكرمنا الله جل جلاله وبدأنا نطوف على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، على تلك الحجرات المباركات التي حفت بالمسجد النبوي التي سكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنقل في كل ليلة بين حجرة وحجرة، سكن فيها نساء قال الله تعالى عنهن لستن كأحد من النساء، ولا حد بالدنيا ملتكن يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، شهادة من الله، لو لم يقل ربنا فيهن إلا هذه الآية لكفتهن. مهما بلغت امرأة من النساء على وجه الأرض من العبادة والصيام والقيام والدعوة والإنفاق والجهاد وغير ذلك، لا يمكن أن تبلغ عشر معشار عشير امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا مع الحبيبة خديجة رضي الله عنها، ثم ثنينا بأمنا الطاهرة المطهرة المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى، ثم ثنينا بسودة، ثم ثالثا بعائشة رضي الله تعالى عنها، وكان لعائشة مجلسين، ثم نبدأ بالسيدة الرابعة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، والتي هي أقرب النساء لعائشة رضي الله تعالى عنها، التي قالت عنها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يساميني أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كحفصة، أي لم يكن أحد من نساء النبي مثلي يشبهني كما كانت حفصة رضي الله تعالى عنها. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله تعالى عنها في المدينة، وكانت قصة الزواج من حفصة عجيبة. حفصة رضي الله تعالى عنها لم تكن بكرا،
كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد كبار أصحابه من الأوائل في الإسلام، خنيس السهمي رضي الله تعالى عنه. تزوج ببنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها في مكة، وهاجر رضي الله تعالى عنه الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم عاد، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في بدر، ثم كان معه صلى الله عليه وسلم في أحد، وكتب الله تعالى له الشهادة في غزوة أحد. بتقدير من الله جل جلاله لم ترزق حفصة من خنيس بأولاد، ما كان عندها أولاد من زوجها خنيس. فقام عمر رضي الله تعالى عنه بعدما استشهد زوجها، وقضت حفصة رضي الله تعالى عنها عدتها. المرأة التي يتوفى عنها زوجها لها عدة، كم عدتها؟ 4 أشهر و10. قضت العدة، بعدما قضت العدة مباشرة قام عمر رضي الله تعالى عنه ليزور سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماذا تريد يا عمر؟ أريد أن أزوج بنتي، أريد أن أخطب لها من أراه مناسبا من الصالحين. بس ما يا عمر، بقولوا عنك الناس أنه بنتك ما لها شيء، مش هيك نحن اليوم بنقول؟ الذي يذهب الآن عند كثير من الناس إلا من رحم الله ليزوج موليته، كانت بنت أو أخت أو أم أو خالة أو عمة، أي واحدة من النساء المحارم، إذا جاء أحد المحارم ليعرضها على أخيه، على صديقه للزواج، بسبب الفهم السقيم عند كثير من الناس يظن البعض أن عرضه لهذه المولية بسبب عيب فيها، وهذا فهم سقيم. صدق الشاعر عندما قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فتضرب بهذه العادات والأعراف عرض الحائط عندما تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موسى عليه السلام كلنا يقرأ في القرآن في سورة القصص، عندما عرض شعيب عليه السلام إحدى ابنتيه، يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه، أليس كذلك؟ قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، إلى آخر الآيات. ليس هذا بعيب، بل كم من بنت بلغت العمر الذي بلغت فيه حد العنوسة لم يأتيها أحد، ما السبب؟ قال: لأن أباها أو أخاها أو أقرب الناس إليها لم يخبر أحدا عنها ومنعها، أو أبعد من جاء إليها في أول عمرها. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عثمان، وكان عثمان قريب من عمر رضي الله تعالى عنه، وكان معروفا بالحياء، وكانت قد توفيت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم. مين زوجة أولى؟ رقية. كانت قد توفيت رقية رضي الله تعالى عنها. فذهب إليه وقال: يا عثمان، هل لك أن تتزوج بنت حفصة؟ فخجل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم قال: ليس لي رغبة الآن في النساء، ما مش ناوي أتزوج. قال: فذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه. من اثنين؟ يا أبو بكر يا عثمان، إن أقرب الناس له سيدنا عمر. قال: فذهبت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقلت: يا أبا بكر، هل لك أن تتزوج حفصة؟ قال: فسكت أبو بكر ولم يجبني. قال: فوجدت عليه، يعني زعلت منه. أبو عثمان قال لي: ما بدي، فهمنا، أنت ليش تسكت؟ قل لي بدك ولا ما بدك؟
سيدنا عمر ولا لعبي ما تجاوب دغري. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأشكو إليه ما حدث، فقلت يا رسول الله عرضت ابنتي حفصة على عثمان، فقال لي ليس لي بالنساء حاجة فوجدت عليه، ولكن وجدي على أبي بكر كان أشد. قال لما؟ قال يا رسول الله عرضت عليه ابنتي حفصة فلم يجبني بشيء. قال يا عمر ما رأيك بأن يتزوج عثمان خير من بنتك، وأن يتزوج بنتك خير من عثمان؟ قال من يا رسول الله؟ قال أزوج عثمان بنتي أم كلثوم وأتزوج أنا بنتك. الله أكبر. لم تسع الأرض عمر رضي الله عنه، من أكرمه الله تعالى وجاءه صهر يعلم الشعور الذي أقوله، صهر ملتزم مبارك صاحب بركة. أسأل الله تعالى أن يقر أعين جميع الآباء برجال يقر عيون بناتهم. لا يوجد فرحة أشد وأعظم من فرحة الأب عندما يقر الله تعالى عينه برجل يحفظ هذه الأمانة التي رباها برموش عينيه. يحب ابنه لكن العاطفة على بنته أشد، لأن البنت رقيقة. فعندما يرى رجلا يحفظ هذه البنت يفرح، من يجد على وجه الأرض كرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، ثم ذهب مباشرة إلى زوجته يخبرها وإلى بنته يخبرها. فما جبر ربنا جل جلاله قلب حفصة بشيء قليل كما جبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها. ثم بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها ما يقارب 20 عاما، ليست بكرا. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة، بس كل نساء النبي لسنا بأبكار. 20 عاما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقها يعني الصداق عند المهر 400 درهم، يعني فضة، يعني ماشي شيء جدا قليل. قالوا تقول الروايات ببساط يعني مثل فرش صغير، وغطاء أو غطائين، ووسادة أو وسادتين، وقصعتين. هذا الجهاز، سمعيني يا أخواني، سمعيني يا أخواتي، اتفال إذا بتريد، ما بيبقى غير اتفال. بدي طقم إيطالي، بدي قصعتين، صحنين، وسادة، مخدتين، فرشة، حرام أو حرمين. بس بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشت في بيته رضي الله تعالى عنها أسعد حياة مع قلة عجيبة. عشان هيك مرة ابن المرات، بعدين عم بتكلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبو بكر، وعندما استلم عمر رضي الله عنه خلافة، لأنه حفصة ظلت عايشة زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، توفيت في زمن مروان بن الحكم. ففي زمن عمر رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر، كان عمر رضي الله عنه قد شد على نفسه كثيرا بعدما استلم الخلافة، فصار يأكل وجبة واحدة، وهذه الوجبة أغلبها كسرات خبز مع زيت. وكان رضي الله تعالى عنه يلبس المرقعة، كانت ثيابه مرقعة، وكان الذي يركبه أعزكم الله حمارا، سوب أمين بيت مال المسلمين، كان قبل مرخي على حاله شوي، بس صار الخليفة رفع أعلى مستويات الورع. فبعدين الصحابة اجتمعوا رضي الله عنهم، قالوا ما بيصير هيك، يعني بفوت بيجوا عليه، احنا بزمن سيدنا عمر انتشرنا بالأرض، فبيجي أهل كسرى وقيصر والروم والفرس، مش مزبوطة كمان فايتين عليه لبس عباية مخزقة، أقل شيء بس وجبة الصبح وجبة بالليل، أقل شيء نجيب لك هيك برذون تركي أحسن من هالحمار عزكم الله اللي عم تركب لنا يا عمر. أهل هو مين بده يحكي عمر؟ ولا حدا فيه يحكي عمر. أم اجتمعوا قالوا فيش غير علي، علي جريء وابن عم النبي بيحكي معه. راحوا عند علي قالوا لا بحكيش مع عمر. مين بده يحكي مع عمر؟ قالوا بس الحل الوحيد اللي ما بيقدر يتجرع عليهم هني نساء النبي. باقي الصحابي ولا واحد فيه يحكي معه. نساء النبي لهم قدر خاص، هن أمه، أمهات العمر، أمهات المؤمنين.
قالوا طب مين من أمهات النبي؟ قال أكثر اثنين أقرب منه عائشة رضي الله عنها ورفيقة حفصة اللي هي بنته. جابوا حفصة وجابوا عائشة قالوا لا يعني بدك تقومي بمهمة. شو بدك تروحي عند عمر وتقولي له مش مقبول منك التصرفات اللي عم تعملها، تغيرنا ثيابك بس وندخل لك وجبة صبح ووجبة بالليل ونغير لك المركوب اللي عم تركبه. قالت لعائشة أنت بتحكي يا دبيك، أنا فوت معك بس. قالت لحفصة طيب يلا منفوت. فدخلت استأذنا على عمر رضي الله عنه، تفضل أمهات المؤمنين تفضل يا بنتي تفضل يا عائشة، نعم ماذا تريدان؟ فبدأت حفصة رضي الله عنها بالكلام، يا أمير المؤمنين، لو هي زوجة النبي وهي بنته ولكن تحترمه، تقول يا أمير المؤمنين قد فتح الله عليك بلاد كسرى وكيصر وتأتيك الوفود من مشارق الأرض ومغاربها ويدخلون عليك وقد وسع الله عليك. بدأت تتكلم، عملت فرش للكلام، ثم قالت فتفكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أن يغدى عليك بوجبة ويراح عليك بوجبة وتغير تلك المرقعة بثوب يهاب فيه منظرك وبمركوب يهاب فيه منظرك. وسيدة عائشة تساعد شوي بالكلام، تقول له يا عمر كمان يعني مع حق بنتك مظبوط. فسيدنا عمر بعد ما خلص وقال انتهيتما؟ قالوا نعم الله يستر. نعم. قال يا عائشة ويا حفصة أنتما جئتما ترغباني في الدنيا؟ أنت وهي جايين أنتوا ترغبين وترغبوني في الدنيا؟ يا حفصة أما كنت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان فراشكم أدم حشوه ليف؟ معاش معك النبي عليه الصلاة والسلام بفرش من ليف حشو ليف؟ وما كان عندك إلا مخدة وغطاء؟ إذا تعبتوا بالصيف تعملوه طيان وتناموا عليه، وإذا ارتحتوا أو بردتوا تتغطوا بطي وتناموا على جانب. أما قلت لي مرة يا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قد طويت له الفراش فتأخر عن قيام الليل، فتأخر عن قيام الليل فقام فقال لكما ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، لما طويت الفراش يا عائشة؟ أنتما جئتما ترغباني في الدنيا؟ ثم قال لهما لقد سار صاحباي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طريق وبلغا آخره، فإن سرت مسيرهما كنت معهما وإن عدلت عن مسيرهما لم أجمع بهما. طلعوا من عند عم بيبكوا. فكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قد شهدت هذا ورأت هذا بأم عينها، عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكفاف، وكان صلى الله عليه وسلم يحب حفصة حبا شديدا. وكانت رضي الله تعالى عنها لأنها صغيرة تزوج بالعشرين قريب عمره من عمر عائشة، فكانت نسبة الغيرة عندها شديدة، كلما كانت المرأة صغيرة كلما كانت نسبة الغيرة على الضرة أشد. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد انقسمن إلى حزبين، بس يكتر النسوان بيعملوا لك مجموعتين دير بالك. الحزب الأول فيه عائشة وفيه حفصة وفيه سودة وفيه صفية، حنوقف مع صفية رضي الله عنها إن شاء الله في الأسابيع القادمة. والمجموعة الثانية فيه أم سلمة وباقي النساء. المجموعة الأولى مين فيه كان؟ عائشة وحفصة وسودة وصفية. والقسم الثاني فيه زينب بن جحش وفيه أم سلمة وباقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت حفصة رضي الله تعالى عنها شديدة الغيرة، فمرة علمت حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عسلا من عند زينب، وهي ما عندها عسل في البيت، حدا جايب عسل لزينب؟ بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء. فراحت زينب لقى عنده عسل، فصارت زوجته ضيفه عسل، حدا من أقربها حدا من رفيقاتها أحضر لها عسلا
فصارت تقدم العسل للنبي عليه الصلاة والسلام. فخافت حفصة أنه ما في عنده بيت عسل، فيروح يميل لوين؟ لعند زينب أكتر، أنه هذه عنده عسل. أمت راحت عند مين؟ عند رفقتها. مين؟ عائشة، أقرب وحدة إلى. قالت له شو رأيك نعمل قصة معينة؟ قالت له شو، هات لنشوف شو عندك رأي. قالت له إذا بيجي النبي عليه الصلاة والسلام من عند زينب لعندك بتقولي له شامي منك ريحة مغافير. مغافير نوع من أنواع النبات له رائحة كريهة، يعني شو أكل. وإذا بيجي لعندي وكاين جاي من عند زينب بقول له نفس الكلام. قالت له اتفقنا. رضي الله عنهم، الله مجمعنا بهن في الجنة. لولا أن الله ذكرها في القرآن ما ذكرتها والله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة رضي الله عنها، دخل عليها فقالت عائشة يا رسول الله يعني إني أجد منك رائحة مغافير، شو أكل؟ قال أكلت عسلا عند زينب. رائحة مغافير، مش العسل مضروب شكله. فذهب إلى حفصة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أجد منك رائحة مغافير. قال صدقا حقا؟ قالت نعم. قال والله لا أرجع إليه أبدا. هذا شو عم تعطيني زينب؟ أنت بتقولي لي هالكلام وعائشة. قام فرحت حفصة، أخ زبطت مع قصة. شو زبطت مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بجبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لك أوف حفصة أكلناها. نزلت سورة التحريم، السورة التي قرأناها في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ليش عم تحرم عليك أكل العسل؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هو حلف أنه معاش يأكل عسل من عنده. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم. ادفع كفارة عن اليمين وروح لعند زينب كل عسل. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. جاء في تفسير هذه الآيات رأي آخر، طبعا القصة صحيحة الأولى التي ذكرناها، وهذه قصة موجودة في البخاري وفي مسلم. ومما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زوجته صفية في بيت حفصة، فحزنت حفصة رضي الله تعالى عنها حزنا شديدا. كيف يأتي أهله ضرتها في بيتها؟ طبعا هي لم تكن موجودة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطيب بخاطرها وليخفف عنها، فقال يا حفصة أترضين أن أحرمها؟ إي أن أجعلها علي كظهر أمي؟ هذا اسمه ظهار، اسمه تحريم. أترضين بذلك؟ سكتت، قالت نعم. إذا بتحرمها خلاص برضى. قال فإكراما لصفية، وإن شاء الله سنتكلم عنها في الأسابيع القادمة، فإكراما لصفية نزلت هذه الآيات. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بذلك حفصة، فذهبت حفصة رضي الله تعالى عنها فأخبرت أقرب الضرر إليها عائشة رضي الله عنها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأها به، بس خبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما هي نبأت به عائشة رضي الله عنها، قالت من أنبأك هذا؟ من قال لك أني قلت لعائشة؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم جاء الأمر من الله لعائشة ولحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، إذا بتتفقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله، شو الآية؟ هو مولاه. بعدين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شوف الآية اللي بعدها يا إخواني، والله أنا عم بقرأها يعني بتقطع قلبي على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، أزواجا خيرا منكن،
إذا بطلقكم شديدة، إذا تم الطلاق لك يا حفصة أو يا عائشة نبدي له أزواجا خيرا منكن، صفات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارة. ولكن الله جل جلاله حفظ حفصة رضي الله تعالى عنها. لذلك مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تعالى عنها طلقة رجعية، قيل أنه بسبب هذا وقيل بغير ذلك. مما ورد أن حفصة رضي الله تعالى عنها من شدة غيرتها غارت مرة من صفية اللي هي معها بنفس الحزب كمان، غارت مرة منها وقالت عنها أنها بنت يهودي، فجاءت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي. قال أنا بتخيل سبحان الله رسول الله اليوم يعني بكون الإنسان عنده زوجة واحدة، وأحيانا إذا كثرت المشاكل ولي عمي مشان الله والله عندي 1000 طوش براسي أنا، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعد هاي تقول له هاي قالت لي وهاي عملت لي وهاي حكت علي وهاي سوت لي؟ عجيب هذا الاستعداد والصبر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القلب الرحيم المشفق المستعد لأن يتحمل 9 نساء. جاءت صفية تبكي عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن حفصة قالت عني أني بنت يهودي. طبعا هذا ليس بيانا للنسب، لأنه لو كان بس بالنسب لا بأس به، لكن أرادت بذلك أن تنتقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية أنت بنت نبي وأنت زوجة نبي. ثم أرسل إلى حفصة رضي الله تعالى عنها يقول لها اتق الله يا حفصة. وكلنا نعلم القصة التي قالت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها حسبك من صفية كذا وكذا، وكانت أمنا صفية رضي الله عنها كما سنبين في الحلقات القادمة إن شاء الله لم تكن طويلة، صفية رضي الله عنها لم تكن طويلة، فأشارت عائشة رضي الله تعالى عنها بيدها فقالت حسبك من صفية كذا وكذا، يعني كأنها تشير إليها بأنها قصيرة تنال منها. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته. لو كانت هاي الكلمة من النوع اللي ممكن يختلط بالماء، ماء البحار في الدنيا لصار نتنا من هذه الكلمة التي قلتها. كم من كلمات نقولها لو مزجت بماء البحر لأنتنته، هي فكرة ما قلت قصيرة، فقط أشارت بيدها كأنها تقول أنها قصيرة، حسبك من صفية كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلق مرة حفصة رضي الله عنه. جاء عمر رضي الله عنه بعدما علم الخبر، كم كانت تذكروا معي كم كانت سعادته عندما علم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكم سيكون حزنه عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. تقول الروايات أخذ عمر رضي الله عنه يضرب الأرض ويأخذ بالرمال ويحثوها على رأسه، ويضرب على رأسه ويأخذ الرمال ويقول من لك يا عمر بعد هذا؟ شو بدك تعمل إذا النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجتك، طلق بنتك، من يأخذ بنتك، من يتزوج بنتك؟ ثم اجتمعت العائلة، خالها عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأخوه اجتمعوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة حفصة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها من بيتها، تبقى في بيتها. والطلاق الأول طلاق رجعي، أي تستطيع أن ترجع إلى زوجها طالما أنها في فترة العدة. فجاءوا إليها جميعا يؤنبوها يا حفصة ماذا فعلت؟ يا حفصة لماذا طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بماذا أحزنت رسول الله؟ ما راحوا عند النبي لأنه عارفين مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام يكون هو قد أخطأ. يا حفصة بماذا أخطأت معه؟ فصارت تبكي رضي الله تعالى عنها وتقول والله ما طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبع،
يعني ما شبع مني ونظر إلى غيري فطلقني أبدا، ما طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبع. شو بتتوقعوا بهذه اللحظات؟ صار يا إخواني لحظة طلاق. نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظ البيوت وأن يحفظ الأزواج والزوجات. لحظة الطلاق شديدة جدا على الرجل وعلى المرأة وعلى الأولاد. تخيلوا موقف إذا كان زوج عادي يكون طلاق شديد على المرأة وشديد على الرجل. تخيل إذا كان الذي طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآن تتزوج بعده؟ وديروا بالكم زي ما خبرناكم في قصة سودة، هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جسده يطمع به، إنما همهن أن يحشرن يوم القيامة ويقال فلانة بنت فلان أنت أم المؤمنين. ما بدي منك شيء يا رسول الله، بس خليني تحت أم المؤمنين، خليني أم للمؤمنين، خليني أنسب يوم القيامة أني من آل بيتك، لا تطلقني. موقف شديد على حفصة رضي الله تعالى عنها، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها يغشى عليه، يتغشاه جبريل عليه السلام. شو الرسالة اللي جاء فيها جبريل؟ يقول أمين وحي السماء برسالة من رب الأرض والسماء، يقول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، لا تطلقها فإنها صوامة قوامة. الله أكبر. لو لم يكن لحفصة فضيلة إلا هذه الكلمة من الله لكفتها، مكتوبة عندنا في الملكوت الأعلى صوامة قوامة، بسبب عباداتها خلصناها من هذا البلاء. إذا بالنبي عليه السلام الآن لا يستطيع رسول الله يفعل شيء، أمر من الله مباشرة، فأرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فكان طلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره شر على حفصة، لكن باطنه خير لا تعلمه هي ولا يعلمه عمر ولا يعلمه أحد من الناس. لولا طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لما كنا علمنا قدر حفصة عند الله. أنزل الله جبريل بأمر من عنده لبيان صفة حفصة أنها صوامة قوامة. لذلك عندما ذكر أهل التراجم وأهل السير عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالوا أنها كانت كثيرة الصيام. عشان هيك يا أخواتي، قلة العبادات، قلة صيام النوافل، خاصة نحن الآن برجب وشعبان، مين عم بصوم تنين وخميس؟ مين عم بصوم الأيام البيض؟ مين حط برنامج يتحضر فيه لرمضان؟ مين عم بتحافظ على قيام الليل؟ مين عم بتحافظ على الوتر؟ مين عم بتحافظ على السنن القبلية والبعدية؟ من تحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ من منكن يا خواتي تحافظ على ورد القرآن؟ هذه المرأة التي لها علاقة خاصة مع الله. الرجل أغلب عباداته خارج البيت، والمرأة أغلب إن لم يكن كل عباداتها داخل البيت. شايفين المجلس اللي أنتم فيه هلأ الأخوات؟ هذا لا ينبغي أن تأتيه إلا بإذن من الزوج أو من الأب. ولو قال لك الزوج لا تأتي للمسجد، أقيم العبادات في البيت، أمر الله عليك أن تقيم العبادة في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. لكن نحن نحتاج لبيئة، لكن الأصل هو قيامك بالأعمال في البيت. ما الذي دمر وخرب الأعمال؟ وسأل التواصل. جرب شي مرة، أو جرب أنت شي مرة عشان ما تكون مسألة من نفسك، خرب مكنة الإنترنت في البيت، خربيها شوية، عايز أنه خربت نزل عليها شيء مي ولا شي، خربت يومين بس، يومين شوفي شو حتعملي، شوفي شو حيصير بالبيت، شوفي كيف حترجع العائلة، شوفي كيف حتصلي، شوفي كيف حتعملي أذكار الصباح والمساء، شوفي إيه ساعة حتنامي. نفس الشيء الرجال، نفس الشيء كلنا رجالا ونساء.
يا إخواني، قرر النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، وجاء الأمر من الله بسبب صيامها وقيامها أن يراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهي أم المؤمنين؟ وكانت رضي الله تعالى عنها حبيبة العلم، فكانت قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت تحب العلم، وكانت تطلب العلم عند واحدة من النساء. فعندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته بأن تتم العلم، لأن هذا أمر توافقي، هذا أمر لابد فيه من رضا الزوج، خصوصا أخواتي الكريمات فيما يتعلق من خروج خارج البيت وذهاب للمدارس أو الجامعات أو المعاهد أو الكليات، هذا يجب فيه الإذن من الزوج. ينبغي للزوج أن لا يوقف تعليم الزوجة بفترة الخطبة وعقد القران. كثير من الأخوة بروح بيتقدم لأخوات بكونوا عم بيكملوا العلم، لا ينبغي له أن يوقفها عن العلم، لكن يجب عليه أن يضبط لها العلم ضمن الضوابط الشرعية. عندنا قسمين من الناس عندهم غلو: قسم لا يرضى لزوجته أن تكمل علما لا دينيا ولا دنيويا، هذا مغالي، وقسم يترك الأمر على مصراعيه من دون ضوابط، مع مين بتروح، مع مين بتجي، أين تجلس، مع من يعلمها، غير ذلك، بغير رقابة. ليس رقابة لأنها ليست أهل، إنما من باب المعونة ومن باب النصيحة ومن باب التوجيه. كم من أخوات مباركات أنهينا شهادات مدرسية وشهادة جامعية وأحيانا شهادات عليا، ماجستير ودكتوراه، وهي في فترة الزواج وهي متزوجة، ومنهن عندها أولاد وترضع أولادها وتربي أولادها، شغالة في طلب العلم، هذه بالقرآن وهذه بالحفظ وهذه بالتفسير وهذا بالعلم، لأنه حددت الهدف، زوجها يعينها، وضعا هدفا مع بعضهما وبإذن الله يصلان. فكانت حفصة رضي الله تعالى عنها وعاء للعلم، بل كانت الوعاء الأول بعد عائشة رضي الله عنها، فكانت من أوائل الراويات للحديث بعد عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أمرا أو مسألة سألوا عائشة رضي الله عنها أو سألوا حفصة رضي الله عنها، لأن النساء اللي بيكونوا في أول عمر بيطلبوا العلم بمكنوا العلم، فعائشة كانت صغيرة فمكنت العلم، وحفصة كانت صغيرة في السن فمكنت العلم، حفظت وتعلمت، لطالما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع منه، فكانت تحفظ العلم، وكانت أشبه البنات بأبيها. الكبير كانت عند عمر رضي الله عنه هي حفصة، هي أكبر من عبد الله بن عمر، هي الكبيرة عند حفصة، في غير إخوة في غير أخوات، لكن هي الكبيرة، وكانت أشبه الأولاد بأبيها. كيف شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه؟ كانت حفصة رضي الله تعالى عنها بنفس شخصية أبيها عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت رضي الله تعالى عنها وعاء للعلم. هذه المشاركة، شنك من أولى الإخوة والحباب والشباب اللي بيحضروا معنا المجالس، من الظلم، من الظلم أيها الحبيب ألا تشارك أهلك فيما تتعلم، ومن العدل ومن الإكرام أن تشارك أهلك فيما تتعلم. الآن كم، يعني أنا بعرف كثير من الإخوة الآن حاضرين نساء موجودات، كم هو هذا الأخ اللي حاضر وزوجته موجودة، كم هو فرحان الآن، كم هي فرحانة، لأنه يشترك معها. أغلب المشاكل التي تحدث بين الأزواج والزوجات ما سببها؟ أن هو يتقدم وهي تبقى مكانها، فبصير في بنات بعد مسافة، أو هي تتقدم وهو مكانه. لا بد إذا تقدمت أن تقدمه، وإذا تقدم أن يقدمها، لا بد أن يتساويا في الإيمان والدين والعلم حتى تبقى الألفة والمحبة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفصة رضي الله تعالى عنها من أمهات المؤمنين، فقررت رضي الله تعالى عنها أن لا تخرج من حجرتها. هل تعلمون أن حفصة رضي الله عنها لم تخرج من حجرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تخرج من حجرتها، لم يؤثر عنها أنها خرجت من حجرتها، مش بيت 300 متر ولا فيلا تغير جو فيها وإلى جنيني، حجرة حجرة. اللي راح المسجد النبوي بيعرف شو يعني حجرة، حجرة كم متر بكم متر.
فبقية رضي الله تعالى عنها خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي وخلافة معاوية حتى جاء مروان بن الحكم، ثم توفيت رضي الله تعالى عنها عن عمر يناهز 60، ودفنت رضي الله تعالى عنها في البقيع في مقبرة الصحابة مقابل المسجد النبوي، فهمت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن. كم بحاجة النساء الآن، مش حرام تظهر ولا حرام بين الحين والآخر تغير جو بين الحين والآخر بما فيه أمر الله، لكن لابد أن تعلم أن مملكتها بيتها. أسأل الله تعالى يا الحبة في الله أن يحشرنا وإياكم مع نساء الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن مد الله تعالى في أعمارنا نكون وإياكم الأسبوع المقبل مع السيدة الخامسة من أمهات المؤمنين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.